السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج فتاوى الناس. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. بطبيعة الحال الإنسان اللي عايز يسأل في حاجة معينة بيفضل باله مشغول، مش مطمن، نفسه يحصل على الإجابة، والأهم أنه يحصل على الإجابة الصحيحة الموثوقة. عشان كده إحنا بنحاول يعني نفتح كل وسائل التواصل لحضراتكم علشان تسألوا ونجاوب على حضراتكم. الحلقة النهاردة من حلقاتنا المخصصة للإجابة عن أسئلة حضراتكم اللي بتجيلنا على صفحة قناة الناس على فيسبوك. اسمحوا لي أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عويض عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا بحضرتك شيخ عويض. يا مرحبا، أهلا وسهلا بفضل. يعني بداية، أولا شكرا جزيلا لحضرتك ولعلمائنا الكرام في دار الإفتاء المصرية على يعني ما تتفضلوا به علينا في مسألة الإجابة عن أسئلة الناس المختلفة في مختلف أمورهم. ولو كلمة من حضرتك لنا في مسألة يعني لمن نتوجه بالسؤال، وكيف نكون حريصين على أن نتوجه لأهل التخصص. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مسألة التخصص في الفتوى، نعم، الأمر مش محدث، ليس محدثا، نعم، وإنما هو موجود من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لم يكن جميع الصحابة يفتون، بل كان الذين يفتون عدد قليل. نعم. هم الذين يفتون سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا زيد بن ثابت، عدد قليل يعد على الأصابع. طيب، يعني هل هذا الإنسان لما ما يعرفش يقول أنا مش عارف، هل فيه قدح؟ هل يقلل منه الإنسان؟ يقلل من شأنه؟ لا طب. سيدنا الإمام مالك سئل عن 40 مسألة، ففي معظمها قالوا في 33 مسألة قال الله أعلم. يا سلام. فقالوا له يا إمام، يعني رضي الله عنه، ضربنا لك أكباد الإبل من مش عارف من أسبانيا لحد ما جنا لك، منين لفين؟ عشان قال ارجع وقل لهم مالك لا يعلم. لذلك قالوا من ترك الله أعلم أو لا أدري أصيبت مقاتله. ذكروا الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. فالإنسان لا يأنف إذا لم يعلم أن يقول الله أعلم. الأمر الآخر إن الإنسان لما يروح يسأل متخصص، وكان في الحج ينادى، الخليفة يأمر كده الناس تنادي لا يفتي الناس إلا عطاء بن رباح. عطاء ابن أبي رباح. نعم. حد شفتي ليه في الحج والمناسك هذا الإنسان كان متخصص يستطيع أن هو يفتي الناس. تمام، يعني تخصص التخصص بالضبط. ليس الله. يعني من العيب أن نقول في داعية بيدعو ودوره مهم جدا. نعم. واعظ يعظ، مربي يربي، مفتي يفتي. يعني كل هذا موجود. وكان سيدنا الإمام الشافعي يقول لسيدنا الإمام أحمد يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، إن صح الحديث عندكم فأخبرونا حتى نقول به. الله الله الله. ده احترام التخصص. نعم. فلذلك بنقول الإنسان يعني يعرف أين يذهب ومن يسأل حتى لا يضيع دينه. جميل جدا. نبدأ مع الأسئلة اللي معانا النهاردة، وأول سؤال: حكم الصلاة في المسجد الذي فيه مقام لولي صالح. نعم. اللي أشكل على الناس في هذه المسألة هو حديث كل نظر إليه نظرة، فقالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال لك مساجد يعني إيه؟ مساجد يعني بيحطوا الشيخ الولي ويروحوا يصلوا عنده. طيب، هم فسروها بهذا، ولكن مساجد أي أماكن يسجدون لها، كانوا بيسجدوا على القبور أو يسجدوا للقبور، يتوجهوا للقبور، يتوجهوا للقبر. نعم. أما لو قلت الواحد أنت بتروح سيدنا الحسين تصلي لمين؟ لله. أنا بصلي لله. نعم. بس مقام سيدنا الحسين ده من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بحس كده براحة نفسية وأنا هناك. بروح عند سيدنا الإمام الشافعي بحس براحة نفسية، أنا مش رايح أنا بصلي لله، ولكن رايح أزور هذا الولي الصالح. يبقى إذن
عندما يصلي الإنسان هو بيصلي لله. ما حدش أبدا لو سألت واحد يقولك أنا بصلي للحسين رضي الله عنه، سيدنا الحسين رضي الله، بصلي لستنا زينب رضي الله عنه، بصلي لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه، محدش يقول كده، محدش يقول كده أصلا. نعم. ولكن هم شايفين هذا المكان لوجود هذا الولي الصالح فيه بركة، فيه نفحات، فيه روحانيات جميلة، وده بالفعل يستشعره ومن ذاك عرف. نعم. يستشعره الإنسان اللي بيذهب إلى هناك. والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: وقبره معروف ترياق مجرب. اللي بيروح بيستريح، اللي بيروح يدعي، شو بدعي ربنا بس جنب هذا الولي الصالح. نعم. ربنا بيتقبل. أنا ما أشركت مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك حتى التوجه بكل القبلة مش لو قلت لي أنت سألت مين؟ أقول لك أنا سألت ربنا. نعم. هو ربنا اللي بيعطي. ولكن هذا المكان مكان فيه بركة بسبب وجود هذا الولي الصالح. نعم. طيب، سيدنا بشر بن الحارث كان رجلا صالحا، وكان عالما جليلا، وكان زاهدا. قال عنه الإمام أحمد: كأن الله خلق تحت كل شعرة لبشر عقلا. يا سلام. ولو وزع عقله على أهل بغداد ما شاء الله لوسعهم وما نقص من عقله شيء. وقال: من بيتهم خرج الورع. كان عنده ورع شديد سيدنا بشر بن الحارث، حتى أنه في وقت كان لا يأكل من غلة بغداد، لما دخل فيها اختلاط ووقف ومش عارف ايه، كان بيخاف ياكل، كان بيجيب من بره. اللي حصل ان الخطيب البغدادي يقول: شربت ماء زمزم لامرين، لأؤلف تاريخا لبغداد وادفن بجوار بشر بن الحارث. يعني ده كان دعاءه لما يشرب ماء سبحان زمزم. سبحان الله. يعني هو بيشرب ماء زمزم اهو. قال هتدفن؟ طب ما كل الارض مكان يدفن في اي مكان يعني. زيه زي يعني. انما هو شايف ان الدفنه جنب بتاعته جنب هذا الرجل الصالح. نعم. لها مزيه. نعم. بقعة مباركة وفيها رجل صالح من أهل الله الصالحين. وسبحان الله ألف تاريخا لبغداد، ولما مات دفن بجوار بشر بن الحارث. نعم. فإذا الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ليست باطلة، وإنما هي صلاة صحيحة، لأن الإنسان إذا ما دخل إنما يصلي لله. نعم. يمكن فصلنا بشكل كبير. نعم. في المسألة، لأن بيكثر اللغط حواليها. بالضبط. لكن يعني حضرتك بتقول ده بيكفروا. ويفسقوا. نعم. لكن فسقوا ده يبقى كده العلة أو المناط للقصد. بالضبط. وإحنا عمرنا ما هنشوف حد داخل في مكان زي ده يقول أنا هصلي للقبر. لا، هو متجه للقبلة يصلي لله عز وجل. نعم. لكن يعني ياخد البركة من وجوده. نعم. في هذا المكان. بالضبط. ليس أكثر. هذا صحيح. نعم. السؤال اللي بعد كده: صلاة الضحى ركعتين أم أربعة، وإيه فضلها؟ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. ويزيد ما شاء صلى الله عليه وسلم. فصلاة الضحى صلاة لها فضل كبير ولها ثواب عظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفصل. يعني شوف الصباع كده هتلاقي في مفصل ومفصل ومفصل. نعم. ومفصل كمان رابع اهوت، والايد مفصل، ومش عارف ايه مفاصل في البدن، في حاجات احنا ما نعرفهاش. قالوا 360 مفصل في البدن. يصبح على كل مفصل من المفاصل ديت سلامة، يعني مفصل صدقة، يعني كأنك المفروض تأدي عنها صدقة. أيم سليم. انت لو عندك حتتين حديد او حاجة حديد كده، تفضل تفتحها وتقفلها كده فترة من الزمن بتتبري. صحيح. وانت عندك لحم وعظم يفضل يتحرك طول العمر بيحصلوش حاجة. صحيح. نعم. إيه الخلق العجيب ده سبحانه. سبحان الله. إذن ده يحتاج منك إلى شكر. نعم. طب يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. طيب إزاي؟ قال: كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. طب وبعدين؟ قال لك كل أحد يتصدق على ده، ممكن ما يقدرش يقوم بده كله. نعم. قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. نعم. يبقى أنا مش هقدر أتصدق أو مش هقدر أقوم بكل الأعمال دي كلها، حافظ على صلاة الضحى. الله. وبعدين؟ نعم. صل ركعتين. نعم. في الضحى يبقى أقلها ركعتان. نعم. فإذا الإنسان يحافظ على هذه الصلاة ففيها بركة وزكاة للبدن أنه قام من النوم سليما.
اللهم لك الحمد. السؤال اللي بعد كده: أعاني من عدة مشاكل في عظامي ولا أريد أن أدعو الله لي بالشفاء، ظنا مني بأن هذا يكون عدم رضا بما كتبه الله علي. الإنسان دائما يدعو ربه بالعفو والعافية والشفاء، أمال لمن؟ وإذا مرضت فهو يشفي. فهو يشفي، يبقى كيف لا يرفع الإنسان يديه إلى الله بالدعاء، بأن يرفع الله عنه البلاء، يتنافى الدعاء مع الرضا؟ بالضبط. فإذا ده لا يتعارض خالص، لا يتعارض طلبه الرزق مع الرضا. أنا كده مش راضي، طلب الشفاء معنى أنا كده مش راضي بالمرض، لا أنا صابر وراضي بقدر الله، ولكن الذي أنزل هذا هو الذي أمرني بأن أرفع يدي. سبحانه وتعالى. فإذا يعني ما نحاولش نخلط. أحد الصالحين، وده ذكر الإمام ابن الجوزي، قال: أنا لا آكل الفلوذج. الفلوذج ده اللي هو عامل زي الهريسة مثلا كده، عندهم زمان حاجة كده بيعملوها. قالوا ليه؟ قالوا بيقولوا له ليه؟ قال: لأني لا أستطيع أن أقوم بشكرها. يا سلام. فأحد العلماء بقى قال: سبحان الله، ومن يستطيع أن يؤدي شكر الله على نعمة الماء البارد؟ أي حاجة ده نعمة الماء الباردة مش هتقدر تؤدي الشكر عليها. فده يبقى إيه؟ يبقى تنطع ملوش لازمة. ربنا أنزل الشيء ورفع وقال لك ارفع يديك إلى الله، ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. إما ترفع يديك وتذهب للطبيب وتأخذ بالأسباب، كل هذا لا شيء فيه ولا يدل على عدم الرضا بما أنزل. جميل جدا، نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا مشاهدين. أهلا بحضراتكم مرة تانية ونستكمل أسئلتنا. السؤال اللي بعد كده: شيخ عويضة، أنا أعمل في مجال خدمات المحمول، وفي حد بعت لي مبلغ كبير بالخطأ، وأنا خصمت منه العمولات اللي باخدها من أي زبون، هل هذا من حقي أم لا؟ أنا طبعا عايز أتصور السؤال. أحيانا بيأتي لنا أسئلة يقول لك: أنا لقيت في حسابي 20,000 ما أعرفش مين اللي بعتهم، جم في حسابي على سبيل الخطأ. أقول له ارجع للبنك، وهم أدرى ممكن يراجعوا كاميرات، يراجعوا مش عارف الودائع في الوقت ده، يراجعوا أو التحويلات نفسها وكده، أي شيء. المهم نصل إلى صاحب هذا المبلغ. وكذلك هنا، فلذلك الإنسان دائما مش معنى أنه هو جاله مبلغ أنه هو لا يبذل وسعه في الوصول إلى صاحبه. لكنك تخصم الأشياء اللي أنت تكلفتها لا مانع من هذا، ولكن رد الباقي إلى أصحابه. واللي أنت بتتكلفه ده بيبقى شيء بسيط لا يذكر، ولكن يسعى أن يرد المبلغ إلى أصحابه. وليس معنى أن الإنسان حول له على هاتفه مبلغ من المال، إن كان معاه مش عارف بعض البرامج أو رصيد، وإن كان مش عارف إيه، يعني مش معناه أن هذا لا. ده واحد أخطأ، وممكن هو ده اللي يملكه، وممكن بعته لواحد مريض، وممكن هيجيب علاج، أشياء كثيرة جدا هيقضي بها دين. يا عم الراجل ساري مش محتاجهم، بس فلوس بس ده حقه. فلذلك الإنسان مش معناه أن أول ما يلاقي حاجة وكأنها صارت كلأ مباحا له، هذا ليس بصحيح. الإنسان يتحرى ما يطعم به نفسه. السؤال اللي بعد كده: شخص جنب لا يريد أن يسبح أو يقرأ أذكار اعتقادا منه أنه لا يصح ذلك طالما هو على جنابة، هل هذا صحيح أو خطأ ويسبح ويذكر عادي؟ لا شك أن الكمال أن يذكر الإنسان ربه على طهارة، هذا هو الأكمل والأفضل. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا كان جنبا أو المرأة أصابها حيض أو نفاس أنها لا تذكر، لا. الجمهور على أن الإنسان يذكر، والإمام النووي نقل إجماع على هذا، بأنه يعني أجمع العلماء على أن الإنسان يذكر ربه حتى ولو كان جنبا، وكذلك الحائض والنفساء. يبقى الذكر ما فيش منه مانع. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، أو على كل أحيانه، على كل حالاته وفي كل أوقاته كان يذكر ربه صلى الله. ولا شك أن من هذه الأوقات وقت كان فيه جنابة، فكان صلى الله عليه وسلم يذكر ربه فيه. فلذلك الإنسان
يذكر ربه، الحائط تذكر ربها، والنفساء وكذلك الجنب. ولكن كلما استطاع الإنسان أن يرفع الجنابة أو ترفع الطهارة سريعا أو تتطهر سريعا، طالما الحمد لله الدم انقطع، يبقى الإنسان الأفضل أن يكون على حال أكمل، وهي حال الطهارة. لكن دعاء وذكر وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ده جائز. جائز. نعم. طيب السؤال اللي بعد كده، ما حكم الإمام يخطب الجمعة ثم يقدم غيره إمام ليؤم المصلين بدون عذر حدث للخطيب، وهل تصح صلاة الجمعة في هذه الحالة؟ نعم تصح صلاة الجمعة، وهذا يحدث أحيانا الإنسان حتى لو بدون حتى لو لم يكن هناك عذر. نعم. حتى ولو لم يكن أحيانا الإنسان يخطب الجمعة وحد ثاني هو اللي يصلي، يجد أمامه إما أصابه إرهاق أو نظر فوجد شيخه خلفه أو أحد من أهل القرآن ويحب أن يصلي صوته جميل. نعم. فأدخله لإمامة الناس. قالوا الصلاة صحيحة بشرط. نعم. أن يكون قد حضر الخطبة أو جزء منها. اللي هيصلي بالناس اللي هيصلي بالناس يكون ده. ذكروا ابن عابدين وذكروا بعض أئمة المالكية كذلك. فشرط أن هو يكون حضر الخطبة أو حضر جزءا منها. يبقى الإمام يخطب واحد تاني يخش يصلي إمام، الصلاة صحيحة إن شاء الله. جميل. السؤال اللي بعد كده، إيه حكم الإسراع في الصلاة ومتى تكون أو متى السرعة تبطل الصلاة؟ طيب. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد ودخل رجل فصلى صلاة سريعة ما أقام الأركان على وجهها وما أتى حتى بالواجبات بتاعتها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سيدنا النبي كان يركب الرجل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل وبعدين صلى بنفس الطريقة وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، رد السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وتكرر ذلك مرة ثالثة. فالرجل قال له رسول الله ما أعرف إلا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الأركان وكيف يطمئن، إذا ما قرأت فاطمئن، وقفت فاطمئن واقفا، ركعت فاطمئن راكعا، سجدت فاطمئن ساجدا، علمه. يبقى إذن الركن الصح إن أنا آتي بأقل الواجب، بحيث اللي يبص لي كده وأنا بصلي يقول ده ركع فعلا، مش يبقى كده فين الركوع؟ سجود نقر كده؟ لا، هذا النقر ليس بسجود وهذا النقر ليس بركوع، وإنما الإنسان يطمئن 3 تسبيحات كده أقل حاجة، يقول سبحان ربي الأعلى، وياخد نفس سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، بس هذا يكفي للاطمئنان. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، واخد نفسه مش بس 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 حتى هو بيسبح ولا بيعمل إيه ما تعرفش. فلذلك إحنا مش عايزين نهمل، طالما أن الله شرح صدرك للصلاة وأوقفك بين يديه أقم الصلاة على وجهها. نعم. ولا ينبغي الإسراع. طيب تماشيا مع السؤال، هل نقدر نقول مثلا الركعة تاخد زمن محدد؟ ساعات الشباب بيبقوا عايزين هو يعني الاطمئنان. انت عارف انت لو اطمئنت في الصلاة كلها مش هتركز 10 دقائق، مش هتاخد 10 دقائق اظن يعني كمان. اظن احنا يا جماعة ممكن بنقعد نبص في الموبايل في اشياء تافهة لا قيمة لها، ده أقل حاجة ساعات ده. فاحنا مش عايزين يعني احنا لو بنبص في المصحف ولا بنتقن صلاتنا زي ما بنتقن النظر في الموبايل وقراءة الرسائل، ده احنا كان ربنا رضي عنا والله. ربنا يرضى عنا ويرضينا يا رب. السؤال اللي بعد كده، رش البرفان زيادة للرجال في الخارج، مش ده بيكون فتنة ولا الأمر خاص بالنساء؟ هو الإنسان أولا لابد أن يكون القصد طيب. أنا بتعطر عشان تكون ريحتي طيبة. وما أظن أن واحد بيقصد أنه يتعطر ليستميلا، ما ينبغي أنه يستميل أحد أو الجنس الآخر. لو نيته كده يبقى حرام؟ أنه لا، لا ينبغي أن يفعل الحقيقة يعني. وأن أي إنسان يتقي ربه ما يفعل هذا. طيب المرأة لا، ده أدب. عطر المرأة لنفسها يعني، تضع لنفسها كده، ما جعلها ترفع الحرك كده لو قعدت جلست بجوار مسيلتها، لكن مش حاجة فواحة مثلا أو كده. أما عطر الرجل يظهر. نعم. فده مسموح به وليس فيه شيء إن شاء الله. يعني كمان بالنسبة للمرأة ممكن تحط العطر اللي هو ما يفوحش لكن يحافظ على بالضبط يعني رائحة جيدة يعني. أو
طيب السؤال اللي بعد كده، البنت بعد تخرجها من الجامعة وأصبحت تعمل ولها دخلها الخاص بيها، هل تتكفل بنفقاتها ومصاريفها الشخصية أم ما زال الأب ملزم بهذه النفقات والمصاريف؟ ليس ملزما في هذه الحالة، ولو لم تعمل ولكنها ورثت أو جاءتها هبة مبلغ من المال كبير تستطيع أن تنفق منه عنها، يبقى إذن الأب ينفق إذا ما احتاجت أو يكمل لها. لو كان عندها مبلغ شيء بيجيب لها دخل شهري والدخل ما بيكفيهاش يكمل لها، ولكن إذا ما استقلت بنفسها وأصبحت لها وظيفة وأصبحت، المفروض بقى ترفع العبء عن والدها ولا تشق عليه أكثر من هذا. السؤال اللي بعد كده، صليت الظهر والعصر جمع تقديم وقصر حيث كنت على سفر ووصلت مسكني وما زال هناك متسع من الوقت للعصر، هل أصلي العصر أم لا؟ لا يعيده مرة ثانية أو لا يعيد هذه الصلوات مرة ثانية إذا كان الإنسان في طريق السفر وقال لك أنا ممكن أروح ملحقشي أو أروح مرهق، وهو في طريق سفر جاي مثلا من إسكندرية للقاهرة وقف وصلى في الطريق أو جاي من مسافة وقف وصلى في الطريق فجمع بين الصلاتين ووصل قبل خروج الوقت، ليس له أن يعيد الصلاة مرة أخرى، خلاص وإنما خلاص سقطت عنه. ربنا يبارك فيك، بشكرك شكرا جزيلا شيخ عويد، شرفتنا ونورتنا وأمتعتنا وعلمتنا كالعادة، شكرا جزيلا لحضرتك. وبشكر حضراتكم مشاهدينا، نشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.